بسم الله الرحمن الرحيم. محمد مبروك جاب الله من مركز بدر البحيرة، ساكن في النجاح، وزرع أرض تين شوكي من مدة 4 سنين. وزرعنا الأرض تين شوكي، اللهم صل على سيدنا محمد. هو بدأ في الأول إن هو التين كويس وتمام التمام الأسعار بتاعته، وجت جائحة كورونا فتراجع الأسعار بتاعت التين. والنهاردة احنا بندور على مشتري ان هو يشتري التين، فاحنا مش لاقيين تجار ان هم يشتروا التين دلوقتي، فاحنا عايزين الدولة تخدمنا في حاجة لتسويق التين الشوكي. اسمي حسين عمار من البحيرة، مركز بدر عين جالوت، وشغال في مجال التين الشوكي بقالي فترة، وطلعت لقيت أهلي وقرايبي وأهل المكان اللي أنا فيه شغالين في التين الشوكي. عامة من أهم الثمرات الموجودة، بياخد أقل تكلفة في الزراعة، وبياخد أقل استماد وأقل مية، ومناسب جدا للإنسان، وفيه فوائد كتيرة جدا جدا جدا. ومن ضمن حاجات التين الشوكي ده اللي هو ما ينفعش يستقبل أي حاجة شديدة عليه، مثل مثلا الحاجات اللي هي بالهرمونات والكيماويات الزيادة والكلام ده كله، لأن كل الحاجات دي طبعا بتضر الإنسان. وطبعا زي ما أنت شايف إن غلاف التين أصلا ذات نفسها ما يستحملش أي حاجة من الحاجات دي كلها. يعني تقدر تقول هو شغال على شوية مية، بعض السماد العضوي اللي هو مثل السباخ والسبلة والحاجات دي، بعيدا عن البوتريت والكلام ده كله. يعني كل الحاجات اللي بتتحط له حاجات بسيطة جدا، لأن هو ما يستحملش أي حاجة أكتر من كده. وبالنسبة للتين الشوكي دوت من أغلى الفواكه اللي بتتباع عامة للشعب المصري، بس لما تيجي للمواطن أو للمواطن المزارع في التين الشوكي، الناس دي من أكتر الناس اللي بتتضرر في الشراء بتاعه. يعني هو بيجي التاجر هنا مثلا بيشتري منك بالعداية، أو أنت بتودي نقلة كاملة للسوق مباشرة، بيجي هو بيشتري بالعداية مثلا من أول 30 جنيه لحد 40 جنيه أو 50 جنيه، وتيجي تلاقي الحباية بتاعت التين اللي هي الثمرية الواحدة بتقارب من 5 جنيه في السوق. طب انت دلوقتي دي اغلى حاجه بتتباع في جمهوريه مصر العربيه، حاجه بتتباع بالوحده، يعني مش بالكيلو ولا بالنص كيلو ولا بالجرام، حاجه بتتباع بالوحده، تيجي الواحده تتباع ب 5 جنيه. والمزارع اللي هو شقيان في الزرعه دي طول عمره، اللي هي زرعه لها معامله خاصه ولها تقنيات معينه، يجي يتخرب بيته مثلا اللي هو مش عارف يسوق زراعته دي. ده بالنسبه للتين الشوكي. اكتر الاماكن لاستهلاك التين الشوكي طبعا الشواطئ، من ضمنها الاماكن الشعبيه اللي في القاهره واسكندريه وغيره. ثمره التين الشوكي دي اتدولت في المده الاخيره، في قال لك مصانع بيعملوا زيت للتين الشوكي بالكلام ده، بس احنا حاليا هنا لسه الكلام ده ما وصلناش. نتمنى حد يعني يسعى في الكلام دوت عشان خاطر يشوفه. الحاجات اللي مفيده للتين الشوكي ان هو بيرفع من المناعه، وهي الحاجه دي مهمه جدا بالله عليك ركز عليها، في رفع المناعه، اللي هو بيساعد على التخلص من كورونا في رفع المناعه، لان طبعا انت عارف رفع المناعه مهم جدا لجسم الانسان، وبيساعد على قتل الخلايا السرطانيه في الجسم، برضو من ضمن الحاجات الكويسه جدا. بالنسبه لدوره التين الشوكي ديت، بيبدا الخدمه بتاعته واللي هو موسم التفطير اللي احنا بنسميه موسم التفطير من شهر 2، وبنبتدي تفطير من شهر 2، ما يقارب من كل شهر بنديه ما يقارب من ساعه ميه مع شويه سماد خفاف، سماد طبيعي ما فيش اي هرمونات ولا في اي حاجه في الثمار. وبيبتدي جمع في 1/7، بيفضل تقريبا يعني بحد اقصى لحد 20/8 باذن الله بيكون الموسم ده خلص معانا، لان زي ما قلنا الفاكهه دي ما ينفعش تتخزن نهائيا، هي ادام استوت بتنزل. بالنسبه للتين ده، لو هو الثمره بتاعته لو خدت اي هرمونات او خدت اي تحجيم او اي حاجه، او خدت ميه زياده حتى عشان تزيد حسن الحبايه بتاعتها، او اللي هي تبان عندك كبيره بزياده عن اللازم، بتلاقي الحبايه بتاعتها مش ماسكه زي ما حضرتك شايف كده. الحبايه دايما كل ما تلاقيها ماسكه اعرف ان الحبايه ديت حبايه نظيفه وحبايه مش واخده اي هرمون ولا اي حاجه. هو لان هي لو خدت زياده، يا اما بتكبر زياده عن اللازم بتيجي تقشرها، يا اما بتتفكك من بعضها، يا اما ما بتلاقاش ماسكه المسكان ده. فانت دايما الناس اللي هي بتاكل التين الشوكي لما بتحب تاكل حاجه نظيفه، تدور دايما مش على الحبايه الكبيره قوي، تدور على الحاجه الوسط، وما تدورش على حاجه لما يجي الانسان اللي بيقشرها لك يفتحها تلاقيها بتتفتت قدامك، لازم تلاقيها ماسكه نفسها كده. تحرر الحاجه اللي انت بتاكلها ان هي حاجه تكون كويسه. وبالنسبه للتين الشوكي، هو كذا نوع من المتداولين عندنا هنا، ما يسمى اللي هو التين العادي الاصفر اللي احنا متعودين عليه، وفي نوع طلع في السوق من يقارب من 10 سنوات يسمى تين الفراوله، اللي هو تين الشربات.